ركزت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير الصادر خلال هذا الشهر على ما يشهده العالم من تحولات وصراعات وحروب، حيث اتهمت مخابر أجنبية بمحاولة إعادة رسم خريطة العالم دون مراعاة استقرار الدول، إضافة لبعض الأطراف التي تعمل على استحداث الفوضى الخلاقة عبر إثارة النعرات الطائفية والمذهبية. وقالت افتتاحية مجلة الجيش أن الأفكار والممارسات الاستعمارية عادت في ثوب جديد.